نهار تجيب كلام جديد، عندك جوجوج وعمرك ما تفيد، حرفيك هوايا قول شكون انت يا، اليوم راك معايا وغدا بعيد. كل غالي مغربي عايش في الديار الألمانية ومغني في البوب ماروكان و en même temps médecin chirurgien في ألمانيا. انا الفن والغناء اون جينيرال depuis toujours depuis mon enfance وانا كنغني ماشي زعما شي حاجه جديده عليا. قبل كاع ما نعرف راسي انني غادي ندير للطب، ولكن بويسك خديت الدبلوم ديالي وبديت كنخدم في داكشي اللي كنت باغي نقراه انا، ديك الساعات قلت علاش لا ما ندخلش في الميدان الفني ونتعرف في بلادي، عاد نشوف زعما نغني بلغتي وبالدارجه المغربيه، حيت انا كنغني البوب ماروكان الشبابي والشرقي وكل شيء عربي، ما كنغنيش الاوكسيدونتال. ديما كنقول الواحد كل شيء ممكن، والواحد خصو تكون عنده العزيمه والاراده ديالو، والواحد مزيان يكون نفسه ويقرا باش يكون عنده واحد لو نيفو انتيليكتويال، ويكون مزيان باش حتى الا بغى يوصل واحد الرساله، حيت الفن هو كله رسائل، يوصلها بواحد الصوره اللي هي نظيفه ونقيه وتوصل للجمهور بواحد الطريقه اللي خفيفه وبزربه. الجديد ديالي كان وجد عندي دابا داكشي علاش دخلت المغرب، خديت جوج سيمانات، عندي بزاف ديال المشاريع اللي نخدم عليهم دابا، هما عندي اربعه ديال الاغاني دو ستيل ديفيرون، كل اغنيه مختلفه على الستيل الاخر الاغنيه الثانيه، وان شاء الله غادي تشوفوهم قريب. هاد الشهر غادي ننزل اغنيه، وان شاء الله في شهر 4 غادي تكون واحد الاغنيه ان شاء الله غتكون مفاجاه الموسم، وان شاء الله تعجبكم. الاغنيه المغربيه اون جينيرال كتقدم، وانا كنشوف ديما كنعطي هاد ليكزامبل، حنايا شحال هادي ولا ما كناش كنسمعوا بزاف المغربي، كنا كنسمعوا داكشي الاغنيه القديمه كنعرفوهم، ولكن باش نسمعوا شاك جوغ الاغنيه المغربيه كنا اكثر كنسمعوا اغنيه شرقيه، ولا كنسمعوا اغنيه ديال لوكسيدون اون جينيرال. دونك دابا كتشوف لي جون كيسمعوا الاغنيه المغربيه وحافظين الاغاني المغربيه، حيت ولات بواحد الطريقه قريبه من الشباب، وكتعالج المواضيع اللي كنعيشوها كل نهار. كلمه اخيره، شكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنتمنى تتابعوني وتتناول الجديد ديالي، ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف، وميرسي بوكو.